دلالات غير مطمنة يعني أجلده. لا لا ايش دعوة أجل في أحد مزعلة تبيني أجلده؟ لا 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 أجل أجلدك أنت. ها هو يقصد وش الموضوع بالضبط يعني علمنا. لا بس لاحظنا عليه إنه يقض مظافرة. تستهبل أنت وجهك الحين مقومني من صباح الله خير وآخر شيء تقول لي يقض مظافرة؟ أظافرة ولا أظافرك إيه؟ ها بعدين وش قل لي ارسل لي برسالة اشتري له مقص أظافر قض أمها كلها لعد تنادينا على تقضيم. ها يلا مشينا. ايش الورطة اللي احنا فيها ذي؟ يا ابويا قالك اكل البزورة روح اديهم روح جيبهم. انا خلاص ماشي اتجوز عشان البزورة ما يقلقوني. انت تفكر انك تجيب بزورة؟ اول شيء فكر مين هذه البنت اللي حطالع في وجهك ذا بعدين فكر البزورة. ماشي اقعد هنا عشان اروح بيتنا ولا تقلق لي اياك. انا شروح بابا يجي متى؟ يجي ساعة 6 راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليتة. وبابا يجي متى؟ يجي ساعة 6 راكب ولا ماشي؟ يلا 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 يا ولد يلا الغداء حار على كيف كيفكم. ياهو غسل ياهو يلا. ياهو راح غسل يا اخي يا غسلتها ولا ام صباح؟ ايش؟ غسلتها في ام صباح يا حبيبي الحين الظهر غسلها مرة ثانية يلا يا وسخ. يلا بابا فيه بابا هنا لا تشرب عصير لا تشرب عصير. ايش فيك طيب؟ تبي بطنك يعورك؟ لا لا كل رز اول شيء بعدين اشرب العصير لاحقين عليه. لا تاكل باليسار انت تبي الشيطان ياكل معك. باليمين يا بابا باليمين. ايش فيك عليهم خلهم. لا يا شيخ قاف معي مع اخواني انت صدقت نفسك رحت معي عند المرشد الطلابي صدقت نفسك. واو ربي قصف جبهتك. المهم اللي بياكل زين أبا أوديه اليوم معي للحديقة. ياهو ياهو ايش دخلك انت؟ كل ما أكلتوا أكلكم أجيبكم الحديقة. هاي مد المرجيحة بيك تدفني. مهبول أنت وراه هذا كبرك تلعب مرجيحة. روح روح يا أبوي أحلى من تبع سليمان هنا. أنت بهولة زين ها؟ يلا امشي قدامي امشي ولا لا تهايط دف زين لا تنفخ طيب دف زين طيب خلاص شوي شوي طيب شوي فتح لك الثلاجة بيكون لك مجلي. وين سليمان؟ كان مع كفتة. وين سليمان الكفتة؟ ما جاك هو قال لي بيروح له. وين سليمان ضيعتوه؟ يا ابن حلال كان عندنا قال بيجيك. كان هنا ما كان هنا ضيعت الولد يا السبق. ايه لا تنفخ يا ابوي انا مأمنكم عليه تستهبل ضاع اخوي يلا دور انت يا دور ساعه